هلا الستارتنج ميثود في الاندكشن هون في عدد من الطرق. اذا شغلت المحرك مباشره واعطيته 3 فيز هاي هون انا حاطط كونتاكتر، الكل بيعرف شو الكونتاكتر؟ كونتاكتر دخلتها هون على هذا المحرك اي سي وهي دي ار اس تي، هاي الكونتاكتر شغلتها، هذا بنسميه دايركت اون لاين ستارت، ما في عملت شيء شيء خلص بس سكرت عليه وشغلته. المهم معظم المحركات الصغيره بشغلها بهذه الطريقه دايركت اون لاين ستارت. شو في طريقه ثانيه ممكن نعمل فيها ستارتنج؟ اشغل كل وحده ما راح يرج المحرك، ما راح يبدا. اذا حطيت فيز واحد ما راح يصير شيء طبعا، اذا حطيت فيزين راح تلاقي المحرك صار رج عنيف وما بيعمل ستارت، صعب يعمل ستارت. ممكن في بعض الاحيان يعمل ستارت بس بكون في رجه شديده بتكون امبالانس بالفيز. كيف ممكن اعمل ستارتنج؟ انا هدفي بالستارتنج، شو مشكلتي بالستارتنج؟ هاي ستارتنج كرنت، هذا مشكله. لما بعمل هاي ستارتنج كرنت بسحب بتلاقي الادوار نفسهم بيختلفوا في العماره مش هيك او في المصنع. انا ما بدي اعمل هاي ستارتنج كرنت، بدي اخفف من الستارتنج كرنت. هذا هو طبعا ما راح يخفف من الستارتنج كرنت، انا راح اسحب كرنت عالي. ايش ممكن الطرق؟ نعم اذا ممكن اعمل شيء اسمه ستارت دلتا ستارت. لاحظوا المحرك، اذا كان المحرك جاي لي زي هذا المحرك معناها راح يطلع معي 6 تيرمينالز راح نسميهم U1 V1 W1 U2 V2 W2. في هذا المحرك هو موصل ستار، موصل ستار يعني ايش عاملين؟ ماخذين هاي واصلينها مع هاي واصلينها مع هاي، وين بحط الثري فيز؟ هون. هلا لو ممكن المحرك اذا هو بيشتغل على دلتا ممكن اعمل له ستارتنج على ستار وبعد فترة معينة احول من ستار لدلتا. كيف ممكن؟ خلينا نطلع على الطريقة اللي راح نشبك فيها. بدنا كونتاكترز، بدنا مجموعة كونتاكترز، خلينا افرض هذا الفيز الأول وهي الثاني وهي الثالث، راح يكون في عندي ثلاث كونتاكترات. كونتاكتر راح اسميها مين، اسميها مين كونتاكتر. واحدة راح تكون ستار كونتاكتر. واحدة راح تكون الدلتا كونتاكتر. هلا الستار كونتاكتر بحطها هون. عفوا المين كونتاكتر بحطها هون. خلينا نسميها ام. لاحظوا هدول مشبوكين مع بعض مش هيك؟ ليش حطيت خط المقطع؟ مشبوكين مع بعض ميكانيكيا مش كهربائيا. يعني هدول لما بسكروا وبفتحوا الثلاثة هدول بسكروا وبفتحوا مع بعض، هم جايين من نفس الكونتاكتر. وبعدين الستار شو بدي اعمل حتى اشغله ستار الان؟ كل اللي بدي اعمل بدي احط كونتاكت هون وكونتاكت هون مش هيك؟ خلينا نسميها اس اس. ها هو نظريا بدك تحط واحد ثالث، ما في حاجه تحط واحد ثالث، بدك تحط واحد ثالث بتقدر تحط كونتاكت ثالث تحط هذا هون ستار، بس هو ما بيأثر انا اصلا واصل دول. هلا حتى اشغل ستار شو بعمل؟ بشغل ام بشغل اس. لما بشغل ام واس بيشتغل كستار. الفولتج اللي بيجي على الفيز شو علاقته بالفولتج اللاين اللي جاي من السورس؟ اصغر منه مضبوط؟ لما بدخل في لاين على هون رح يكون بس على جذر الثلاثه، رح يجي الفولتج هون رح يكون على جذر الثلاثه. لاحظوا هون السبيد تورك كيرف رح يتغير. رح يكون ثلث السبيد تورك كيرف اللي موجود هون، لان التورك بتناسب مع مربع الفولتج. لما بنزل الفولتج لواحد على جذر الثلاثه، واحد على جذر الثلاثه تربيع شو بتصير؟ واحد على ثلاثه. فهذا هون هو ستار دلتا وهذا نوم. فلما بعمل له ستارتنج على ستار شو بكون التورك قيمته؟ ثلث التورك الاصلي، هذا بكون واحد على ثلاثه من هون، او هذا ستار وهذا دلتا. وهذا هو عندي ستار. طيب كيف بدي اشغل بعدين دلتا؟ بعد فتره هلا بمشي المحرك وقام على ستار، بس بدي اشغله بعدين على دلتا، شو بدي اعمل حتى اشغله على دلتا؟ لاحظ حتى تشتغل دلتا بدك تشبك هاي مع هاي وهاي مع هاي وهاي مع اللي هون موجود. فراح اعمل راح اخذ كونتاكت من هون راح اسميه دي راح اشبكه هون راح هي اسميه دي، راح اخذ كمان كونتاكت من هون اسميه دي، وراح اخذ كونتاكت من هون اسميه دي، بس وين راح اشبكه؟ وهذا راح يكون اسمه دي، ولاحظ هذول الديز كمان
مش ممكن مع بعض. هلا الخطر طبعا مبدا الستار والدلتا يشتغلوا مع بعض، اذا اشتغلوا ستار والدلتا كونتاكترين مع بعض شو راح يصير؟ راح يصير شورت سيركت. لانه عندي هذا الدلتا راح يشبك فيز مع النقطة هاي، وهذا الدلتا راح يشبك فيز مع النقطة هاي. اذا اشتغل ستار شو راح يصير؟ راح يصير في شورت سيركت على الفيز. اذا ايش لازم اعمل؟ بس تطفي الستار بعدين بشغل الدلتا. طب بطفي لا لسه في انيرشن ماشي صح كويس نقطة كويسة. ما شو بده يطفي؟ هو ماشي على سرعة عالية وفجأة بده يروح يوقف، مش في انيرشن ماشي فيه؟ صح. خلال احنا بنحكي عن 100 ملي سكند، 100 ملي سكند هو راح يحس فيها المحرك. مضبوط اللود عليه لود كثير. إذا راح تطفي الستار لفترة بسيطة جدا وبعدين بشغل الدلتا. بس الام بتضلها شغالة ما بطفي، خلي الام شغالة، بطفي الستار بعد 3 ثواني 4 ثواني بعدين بشغل الدلتا. نعم. اوتوماتيك. انت بتكون عامل الكنترولر تبعتك بتحط تايمر. التايمر هذا بيكون معايره مثلا 3 ثواني. من لحظة ما بيشتغل السيستم بتعير 3 ثواني بتطفي ستار وبشتغل الدلتا، أو تحطها 4 ثواني 5 ثواني. هلا هو اوتوماتيكيا ستار بيمنع الدلتا إنه يشتغل، يعني الدلتا ما بقدر يشتغل إلا ستار يطفي كهربائيا أو ميكانيكيا. في مرات ميكانيكيا بقدر أمنع كونتاكترين إنهم يشتغلوا. اسمه ميكانيكال انتروب وفي الكتريكال انتروب. ماشي واضح هون هيك بكون شغلت ستار دلتا. ستار دلتا بتخفف لي ستارتنج كارنت تقريبا من 7 مرات الريتد كارنت لحوالي 3 مرات ونص الريتد كارنت. لحد هلا مستعمل كثير ستار دلتا. رمزوا لها بالرمز. ستار دلتا ستار. اوكي ماشي. هاي طريقة ثانية. في طريقة قديمة شو ممكن أعمل حتى أخفف الفولتج في البداية على المحرك؟ طريقة سهلة. إذا أحد الطرق بدائية طبعاً هي الطريقة، بس أحياناً لحد الآن موجودة في بعض الأحيان. بحط مثلاً مجموعة مقاومات، ثلاث مقاومات وبحطها في 3 فيز وبحطهم تعبيرات بيعملوا لهم شورتنج أوت في البداية بالنهاية. نفس مبدأ الواند لود. نعم مبدأ الواند لود بس هذول برا بيكونوا على ستيتر مشغولين. هي هلا هذول بيجوا على المحرك من هون. هي المحرك. هاي عندي الام كونتاكترز بدك تسميها ام كونتاكتر من هناك ام ام وام. هلا هدول بحط عليهم كونتاكتس. ليش ما خليهم بارد؟ ممكن بس كيف بدك تعمل بارد ريزيستنس؟ كيف بدك تخليها بارد ريزيستنس؟ مثل ما سويت في الماضي. اذا عندك شيء ممكن هو عادي بيستخدموا الاوتو ترانسفورمر حتى يعطيني، بس عادة السويتشي ما هو من عمل السويتشي. بس هذا هلا استخدمتين. ايش هدول الكونتاكترات؟ ايش هدول الكونتاكتس؟ اخذتوهم عندكم شفتوهم؟ ليه؟ بالبي ال سي بتاخذوهم النورمال كلوز، هدول نورمال اوبن. كيف شكل النورمال اوبن؟ رسمتوهم بشكل مختلف بالبي ال سي؟ لا خطين بتعملوا منه خطين هيك وهيك مش هيك؟ هذا رمز قديم يمكن هذا الرمز الاحدث صار، هذا نورمال كلوز. والخط الثاني اللي كان عندكم نورمالي اوبن، هذا نورمالي اوبن وهذا نورمالي كلوز مش بعد هيك بالبي ال سي بنرسمه هيك. صناعيا في كثير نقدر نقول نعم حتى في الكهرباء نفسه حتى في الكهرباء. طيب هلا شوفوا ايش بنعمل في البدايه ولا انا عكستهم لازم يكونوا فاتحين في البدايه بعدين يسهل. لا صح يكون نورمالي اوبن. في البدايه بدي المقاومات يكونوا كلهم موجودين مش هيك؟ بعدين كونتاكترات حسب ما انت عامل. هلا ممكن تعمل اللوجيك بالعكس، تعمل الكونتاكترات يشتغلوا في البدايه بعدين يطفوا ما مش مشكله، بس المهم انه تفهم انه هذا اللي بيصير مع الوقت. هدول بكونوا في البدايه فاتحين لازم يكونوا. هلا اذا كانوا هدول في البدايه فاتحين شو صار بالريزستنس؟ كلهم ان سيريز مع المحرك، فالفولتج رح يوصل المحرك رح يكون اقل. بعد فتره تي 1 سمي هذا اذا بدك تي 1 تي 1 T1 T2 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 3 يعني انه اخر تايمر هذا بسكر. بحط تايمرات مثلا 3 ثواني 3 ثواني 3 ثواني. بعد اول 3 ثواني مين بسكر؟ T1. اذا سكر T1 شال الريزستر هاي مضبوط؟ ضلوا هذول الريزسترز السيريز. بعد كمان 3 ثواني بسكر هذول وبعد كمان 3 ثواني بسكر او 10 ثواني حسب اللود اذا كانه بطيء صار. هلا هذول المقاومات ما رح يحموا كثير. ليش؟ لانه ما مرش فيهم تيار لفتره طويله بس لمده ثواني 3 ثواني 4 ثواني سمحوا لي اني اعمل ستارتنج. وهذا كله بنعمله بالكونتاكترات. نعمل كونتاكترات طبعا هاي طريقه بدائيه مش هيك؟
الطرق الحديثه صارت شو تستخدم؟ في سوفت ستارتر. سوفت ستارتر بيستخدم اس سي ارز او ثايرستورز، واللي احدث منه صار انفرتر او فيربل فولتج فيربل فريكونسي درايف بيعمل لي سوفت. هذه فكره هون عن الستارتنج. شو هدفي كله من الستارتنج؟ اني اعمل اخفف الستارتنج كارت. هلا بنزل طبعا الستارتنج تورك، بس انا في بعض الحالات ما عندي مشكله، ما بدي ستارتنج تورك عالي. يعني لاحظ انت لما نزلت ستارتنج كارت في ثمن دفعته، ايش هو؟ نزل ستارتنج تورك، بس انا في بعض الحالات ما عندي مشكله، مشكلتي ما بدي الكارت هذا يكون عالي، عماله بخرب على لودز ثانيه مختلفه. يعني اذا عندي ثلاث اربع لودز في مصنع وشغلت هذا وسحب كارت عالي، عماله بصير فولتج دروب على السيرفيسز الثانيه اللي موجوده في المصنع او المنشاه. ماشي واضح هذول؟ اذا هذول الثلاث طرق كقاعده، كل ما نزلت الفولتج ايش بصير بالتورك؟ بينزل، بس بينزل بايش؟ نسبة ايش؟ نسبة فولتج فولت سكوير. يعني اذا نصفت، اذا نزلت الفولتج لنص شو بصير بالتورك؟ بينزل للربع. واضح؟ اذا نزلت الفولتج لواحد على جذر الثلاثة بينزل التورك للنص، اذا نزلت الفولتج لواحد على جذر الثلاثة بينزل التورك للثلث. فهذا الكيرف هو نفس هذا الكيرف، بس شو عملت فيه كاني؟ والله في كانك لو عملت له هيك سكوشين، كانك عملت له او هذا عملت له مقدار. يعني هذا الشكل هو نفس هذا الشكل بس مضروب في رقم. واضح؟ شو الاختلاف صار بينهم؟ مربع الفولتج، غيرت الفولتج، بربع التغيير بالفولتج. طبعا اذا ضاعفت الفولتج شو بصير عندي بالتورك؟ اربع اضعاف. اذا التورك بتناسب هون بالحاله هاي مع مربع الفولتج. ماشي واضح؟ في اسئله عن هذا؟